في مكان ما من العالم كانت ملكات النحل تعقد مؤتمراً لمناقشة أمر ما. يبدو أنه أمر مهم وخطير، ولكن لا أحد يعلم ما هو حتى الآن. وفي مكان آخر كان نحول يجول في الحقول من خلية إلى خلية، يساعد بقية النحل في حل مشاكلهم وتنظيم عملهم ببراعة وإتقان. فجأة سمع نحول صديقته عسولة تنادي عليه: نحول! نحول! أين أنت يا نحول؟ صرخ نحول قائلاً: أنا هنا يا عسولة! أسرعت عسولة إليه وقالت: ملكة النحل تريدك أن تأتي حالاً لأمر مهم جداً. قال نحول: حقاً؟ ماذا هناك؟ ردت عسولة وهي تدفع نحول أمامها: لا أدري يا نحول، هيا أسرع. ثم طارا عائدين إلى خلية النحل بأقصى سرعة. حضر نحول إلى جناح الملكة فقالت له: إن أعدادنا في تناقص مستمر يا نحول، لقد بات وجود النحل على الأرض مهدداً خلال السنوات القليلة القادمة. وما العمل يا ملكة النحل؟ قالت الملكة: لقد عقدنا مؤتمراً طارئاً مع ملكات خلايا النحل من كل العالم، وقررنا أن نطالب منظمة الحشرات بتخصيص يوم عالمي للنحل، يجب أن يكون صوتنا مسموعاً في كل مكان. ثم تابعت كلامها: ولكننا نحتاج لمتحدث ماهر يقنع منظمة الحشرات بالفكرة، نحتاج مهاراتك في الإقناع يا نحول. خرج نحول من الخلية والقلق باد عليه، فقد أدرك المسؤولية الكبيرة التي أوكلتها إليه ملكة النحل، لأن نجاحه أو فشله في هذه المهمة قد يترتب عليه مستقبل كل النحل في العالم. ولكنه قال لنفسه: سأبذل كل ما في وسعي لأنجح، لن أخذلهم. وبدأ الاستعداد لليوم الكبير. قام نحول بجمع المعلومات التي يحتاجها، ثم كتب رسالة قوية ومؤثرة ليعرضها أمام لجنة منظمة الحشرات. جاء اليوم المنشود. لبس نحول بدلته الرسمية الأنيقة وحمل حقيبته التي تحوي كل الأوراق المهمة، أكل بعض العسل وانطلق إلى مقر المنظمة. وهناك قال لهم: هل فكرتم يوماً ما الذي سيحدث لو اختفت النحلة؟ تلك النحلة التي تحمل حبوب اللقاح وتطير بها من زهرة إلى أخرى، تلك النحلة التي بمجهودها تجعل النباتات تتكاثر والطبيعة تزهر، هل تعلمون ما قد يحدث حينها؟ مع الوقت ستتوقف النباتات عن التكاثر، لن تجد من يساعدها على حمل حبوب اللقاح، لن تنمو كما ترونها الآن، وهكذا ستتناقص أعداد الحشرات والحيوانات أيضاً، فهي لن تجد غذاءً لتأكله، ستذبل أشجار التفاح والمانجا، لن تتفتح أزهار اللوز وأزهار التوت، وقد تختفي الفراولة من الوجود. ومع تناقص أعداد النباتات سيتناقص الأكسجين في الهواء، سيختل توازن بيئتنا الجميلة. قد لا يحدث هذا بين يوم وليلة، ولكنه سوف يحدث في نهاية الأمر. قال رئيس اللجنة: ما تقوله خطير فعلاً يا نحول، ولكن كيف يمكننا تدارك الأمر؟ أجاب نحول بحماس: سيدي، نحن نطالبكم بتحديد يوم عالمي مخصص للنحل. رد رئيس اللجنة:
وكيف سيساعد هذا في حل الأزمة يا نحول؟ قال نحول: إنها خطوتنا الأولى، ففي هذا اليوم سنخبر العالم كيف أن الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية يسمم النحل ويسمم النبات. سنخبرهم كيف أن اقتلاع الأشجار وتقليل مساحات الغابات يقضي على أعداد مهولة من النحل كل عام. سنخبرهم أن النحلة صغيرة الحجم ولكن تأثيرها عظيم في البيئة من حولنا. سنعلمهم أن يغرسوا وروداً وأزهاراً في كل مكان ليشاركوا في إنقاذ هذا العالم من الكارثة قبل فوات الأوان. انتهت الجلسة وتشاور أعضاء اللجنة فيما بينهم، ثم صدر القرار. بعد الاطلاع على الحقائق والمعطيات الخطيرة التي قام بعرضها نحول، فقد قررنا اعتماد يوم 20 من شهر مايو لكل عام يوما عالميا للنحل. شكرهم نحول وقال: كأنه حلم يتحقق، ولكن هذه ما هي إلا البداية. علينا أن نكمل المشوار معا، وعلى الجميع أن يشارك. وهكذا نجح نحول في أول مهمة رسمية أوكلت إليه، وانتشر الخبر السعيد في كل مكان، وعم الفرح والاحتفالات في كل خلايا النحل حول العالم. النهاية.